خلصنا الفي 17 برو، نخش لي بقى يا ابني على ده الفيفو اس 1. مش عارف انت شفت دوت او لا، اصل انا برضو مش عارف مين هينزل الاول. الاثنين متصورين من ورا بعض، حتى نفس اللبس وكل حاجه ونفس النور اللي هيطلع تاني برضو. المهم ده بقى ما انبهرتش بيه زي ما انبهرت بالفي 17 برو. هو مش معنى ان هو وحش، بس يعني التاني كان فيه فاهم فئه اعلى، فكان فيه انبهارات اكتر. بس برضو فيه حاجات جامده واخدها من الفي 17 برو. اول حاجه نوع الشاشه، السوبر اموليد، مش الشكل طبعا ولا حواف الشاشه ولا الحجم، لا النوع نفس البرايتنس، نفس الالوان الحلوه. وفي حاجه كمان، انت اول ما تطلع الموبايل هتلاقي ان الالوان حلوه كل حاجه، بس خش كده على السيتنج بتاعه الشاشه، في حاجه اسمها سكرين كولر، خش جوه غيرها لبرايت مود، وخلي التمبرتشر او الحراره كولر كده شويه، حاسسها كده الوان فاقعه. هي طبعا مش حقيقيه زي ما قلنا، حتى الصور بتاعتك لما تيجي تشوفها على انستجرام هتلاقيها كده زاهيه زياده عن اللزوم، بس ده لوك ليه ناسه، وده برضو الناتشرال عندك كده كده موجود لو عايز تختاره. عندك برضو هنا الدارك مود والاولويز اون ديسبلاي اللي اتكلمت عنها، والجليتشز بقى واللايف والكلام دوت، كل ده موجود هنا برضو. نفس الفينجر برينت اللي موجوده هنا موجوده هنا برضو بنفس سرعتها وكل حاجه، بس هنا بقى انت مش هتستخدمها او مش هتعتمد عليها اعتماد رئيسي، لانك هنا بقى هتعتمد بشكل رئيسي على الفيس انلوك. لو شفت الفي 17 برو ما كانش بيفتح الفيس انلوك غير لما البصمه تدخلها 3 مرات غلط، مرة كمان يروح مطلع لك البتاع السلايدر ده ويشغل الفيس انلوك. اما هنا خلاص الكاميرا موجوده في النوتش الصغيره، فانت كده كده ايه لقطه وشك. وطبعا صاروخيه، فانت مش هتلحق اول ما تدوس على الباور، مش هتلحق اصلا، هيطلع لك واحد كده من تحت سلام عليكم، شوف وشك يفتح، مش هتحتاج تستخدم البصمه خالص. سبونسر فيديو النهارده على عكس كل مره هي لعبه اسمها ريد شادو ليجند، لعبه مجانيه موجوده على الاب ستور والبلاي ستور، واحده من افضل 3 العاب ار بي جي موجوده على البلاي ستور، ومترشحه انها تكسب جائزه افضل اختيار للمستخدمين في 2019 باكتر من 15 مليون تحميل. اللعبه الجيم بلاي بتاعها متعدد جدا، الجرافيكس عالميه، الستوري لاين بتاعها برضو ممتع، تحسها انك بتلعب على جرافيكس بي سي او بي اس مش مجرد موبايل. فيها اكتر من 400 شخصيه تقدر تختار من بينهم وتعمل لهم كاستمايز لكل هيرو، واحسن حاجه في الموضوع انها مجانيه. فيها كذا مود زي مود الاوتو بلاي، انت تفضل تخليهم يحاربوا مع بعض وتجمع بوينتس وانت مثلا بتعمل حاجه ثانيه، وفي بطولات اسبوعيه وماب جديده فيها كذا ميشن، وعندك كذا حاجه يعني اختيار في الجيم بلاي هتتوهك. هتلاقي لينك التحميل تحت في الديسكربشن، ولو سجلت من اللينك دوت هتاخد 50,000 سيلفر وايبك تشامبيون جديد علشان تبدا بيه رحلتك. فكل التشابهات في الشاشه ديت والخواص بتاعتها طبعا غير الشكل، بس هي النوتش الصغيره هنا والحافه اللي تحت دي هتغاضى عنهم. طالما انت مديني شاشه سوبر امليد بالمزايا ديت خلاص انا كده متكيف، خصوصا ان في الفئه دي قليل لما بتلاقي السوبر امليد. قلت بقى هيبقى نفس الباكجنج بقى اللي عاجبني بقى من فيفو، بصيت لقيت سماعات جوه قلت الحمد لله. اجي ابص بقى الاقي الكفر، الاقي لي ايه، حط لي كفر شفاف اللي بكرهه، او مش اللي بكرهه بيصفر كده اهو، بس يعني ليه المره دي ما حطيتوش كفر من الكفرات الجميله بتاعتكم دي ممكن تبقى حته دلع يا سيدي، ماشي نعديها. بس الحاجات اللي جايه دي بقى ضايقتني شويه في الموبايل، اكيد مش بقارنها بالفي 17 برو، بس بقارنها بالموبايلات اللي في نفس الفئه بتاعته وبتيجي بيها. اول حاجه هي المايكرو يو اس بي، مفيش موبايل بالسعر ده 4400 جنيه قلتها في الاول اهو بيجي بمايكرو يو اس بي، قليله قوي، بس في نفس الوقت هستحملها علشان هو مديني شاحن سريع 18 واط، ومديني بطاريه ممتازه 4500 ملي امبير، فدي بتشيل دي 8 ساعات، فوق ال 8 ساعات ونص مستريح صدقني هتاخدهم مع الواجهه دي وتنظيمها للطاقه المحترم. وبالكلام بقى على الواجهه، تعالى كده بقى وارجع لي علشان انا صوتي اتنبح في الفيديو بتاع البي 17 برو وعمال بشرح المميزات بتاعه الواجهه بتاعه فيفو، فبلاش لازمه نعيدها ونزيدها تاني، ففي اخر الفيديو دوت روح شوف الفيديو بتاع الفي 17 وهتفهم بقى كل مميزات الواجهه دي لو انت ناوي على الموبايل، علشان دي من اقوى الحاجات اللي ممكن ناخدها كنقطه قوه نحسبها كده. تاني حاجه مش عجباني شويه هي الخامات، يعني انت بتقول كده كده الموبايل بتحط في كفر وما بتفرقش وكده كده الكفر بيخبي وبيحميه والبلاستيك بيستحمل، بس برضو في السعر ده كان نفسي اشوف حاجه ازاز بريميوم اكتر، خصوصا ان ديزاين الموبايل حلو جدا، الشكل ده، السبوكسات اللي عماله تروح وتيجي دي، الفريم الجولد اللي حوالين الكاميرا، والفونت بتاع فيفو كده اللوجو بتاعهم برضو ايه جولد كده، فديزاين الموبايل شيك حلو. برضو ان هو بيجي ب 6 رام 128 وبيتحط له خطين وكارت ميموري،
بس مش حلو انه جاي بمعالج نوعا ما ضعيف، الميديا تيك بي 65. وزي ما قلت ديت اول مره اجرب موبايل يعتبر فئه قليله من فيفو، دايما متعود بقى ايه بص 895، دايما جربت 845 855 وبرده 675 في الفي 17 برو، كان مدينا اداء كويس قوي. هنا الاداء نوعا ما حسيت يعني فعلا الشيبسيت الميديا تيك، وكمان البي 65 ما جربتهاش قبل كده وهي ضعيفه شويه، فلا مقصره معايا. كول اوف ديوتي شغاله على لو، مش عارف ليه مفيش اعلى من لو في الجرافيكس، مش عارف ده عيب من اللعبه ولا لا، علشان ببجي شغاله على اعدادات متوسطه كويس، بتجيب اتش دي بس ساعات هنجت معايا. فانا كنت دايما متعود العكس، ان كول اوف ديوتي دايما بتبقى الكواليتي بتاعتها اعلى من ببجي. هنا مش عارف الشيبسيت ديت مالها مع كول اوف ديوتي. واداء الموبايل على فكره سموز جدا، انا مش بقول وحش خالص، لا الموبايل ما هنكش معايا ولا اي حاجه، بس برضو في سن التاخير كده شويه في الاستجابه، اول ما بنزل اول ما طلع كده مش نفس السلاسه بتاعه السناب دراجون، وخصوصا برضو زي ما قلت في سعر 4400 جنيه انت ممكن تاخد اداء اقوى بفرق ملحوظ. الكاميرا بقى الصبح حاجه وبالليل حماده ثانيه خالص، وجزء كبير انا متاكد جاي من معالجه الصور، بسبب المعالج نوعا ما ضعيف الصور بالليل طالعه وحشه خالص، مش عاجبني خالص الكاميرا الاساسيه بالليل. وطبعا الوايد انجل ما تفكرش شغاله بالليل لان الاساسيه اصلا وحشه. الصبح طبعا الوضع بيتحسن جامد، هو مش منافس للكاميرات في فئته السعريه، بس الصور طالعه كويسه جدا. اللي ممتازه بقى واللي عجبتني جدا الاس، في الاس 1 دي بترمز تقريبا سيلفي، بس هي الكاميرا السيلفي بتاعته 32 ميجا بكسل، قويه جدا فيها تفاصيل وخصوصا بالليل. فملخص الموبايل ده هو حلو، يعني حلو جدا ما فيهوش عيب قاتل، بس في نفس الوقت زي ما قلت ما فيش حاجه تميزه عن المنافسين، بل بالعكس في حتت كده زي الاداء مثلا انت ممكن تاخد قفزه كبيره قوي. والكاميرا مثلا بالليل نفس النظام، ومن شركه قريبه منها، نفس بي بي كي وكده، طبعا انتوا عارفين انا قصدي على مين. فالموبايل ده محتاج بس سعره يتظبط شويه، يعني الا حبه حلوين كده اهو وهيبقى كويس، خصوصا عشان واجهه فان تاتش او اس عجباني جدا. الشاشه دي برضو خرافيه، الوانها حلوه قوي، تحس انت فعلا ماسك حاجه نظيفه. طبعا لسه دي بدايه ليهم في السوق، مع الانتشار اكتر هيعرفوا بقى يظبطوا الاسعار، هيدرسوا السوق اكتر، هيبداوا ممكن بقى نشوف هل هينزلوا بقى الفلاكشيبز القويه، لان يعتبر اعلى موبايل هو السناب دراجون 675. عايزين نشوف حاجه بقى فلاكشيب كده قويه. سيبك من الاربع موبايلات اللي نزلوا في الاول، هم دول يعتبر بدايه فيفو في السوق المصري، الاس 1 والفي 17 برو. انا مبسوط الصراحه لان انا بحب الشركه دي زي ما قلت قبل ما تنزل هنا مصر حتى. فالسعر بس، وبرضه حابب اعرف رايكم انتوا، هل الناس مثلا هتخاف تقول لا يا عم مش هشتري موبايل اسمه فيفو والكلام ده ولسه بقى ما انتشرتش وما يعني انا كنت بتسف عليا ايه يا عم جايب موبايل اسمه فيفو ومش عارف ايه وشويه تحفيل كده اهو، انتوا ايه رايكم؟ هل انت شايف ان اسم البراند طالما انت ما سمعتوش قبل كده او الناس اللي حواليك ما سمعوش قبل كده بس في مواصفات قويه على الورق ومنافسه تروح تشتريه، ولا انت لسه يعني بقى اولد سكول وبتتبع منهج لا انا اجيب حاجه مضمونه وحاجه الناس عارفاها؟ عرفني برضو في الكومنتات علشان ده بيساعدني جدا. بس تالت فيديو صور على التوالي، الحمد لله النور ما قطعش في الفيديو ده. مش عارف اقرا كومنتات، انا كده خلصت كل الكومنتات على الفيديوهات اللي عندي، فنعتذر المره دي مش هنقرا كومنتات. تعالوا على الانستجرام زي ما قلت علشان هيكون دلوقتي مسافر بصور فيديو بره، فتلاقوا على الانستجرام حاجات حلوه. بس كده، سلام.